دايما الاهلي يقود ولا يقاد، هو دايما صاحب الرياده، صاحب التجارب الجديده في الكره المصريه. الاهلي مش محتاج يمشي ورا حد، ومش محتاج يمشي ورا اي نادي تاني، مع احترامنا لجميع الانديه، ولكن منذ نشاه النادي الاهلي واحنا شايفين النادي الاهلي بالصوره دي، واللي هيجي هيشتغل وبيجتهد لاستمرار هذا الوضع، والحمد لله ما زلنا مستمرين في نفس النهج.